حضرتك ليك صورة مع الرئيس الراحل محمد أنور محمد السادات. انور السادات عايز اعرف اللقطة دي حصلت ازاي، احكي لي عنها. حصلت في 5 الصورة بتعرض يونيو دلوقتي قدامنا. في 5 يونيو 75 في افتتاح القناة للملاحة البحرية على المدمرة 6 اكتوبر او اليخت 6 اكتوبر، خدت بال حضرتك؟ واحنا مع الرئيس السادات في الاحتفال بافتتاح القناة في 5 يونيو 75 للملاحة البحرية. الصور دي كانت على المدمرة 6 اكتوبر. خدت بال حضرتك؟ القرب من الرئيس السادات في هذه الفترة، كيف كان هذا الرئيس المختلف، الرئيس السادات صاحب التجربة الأثرية كمان؟ الرئيس السادات عليه رحمة الله، انت قعدت معاه بيته كمان 4 ساعات. انا قعدت 4 ساعات في بيته واتغديت معاه. لان انا يعني ايه اللي حصل؟ حصل ايه في ال4 ساعات دول؟ كنت انا والمشير احمد اسماعيل علي، ايوه، ورحت للسيد الرئيس انور السادات بناء على طلبه، طلب ان هو يقابل صائد الدبابات محمد المصري اللي هو حضرتك، بصحبه المشير احمد اسماعيل علي. المشير احمد اسماعيل علي، احنا واحنا عند فندق شيراتون، قال لي ما تمدش ايدك للرئيس تسلم عليه. انت فاهم يا محمد؟ قلت له ايوه فندم فاهم. قال لي فاهم ايه؟ قلت له هو سياده القائد الاعلى وسيادتك القائد العام وانا متدور له مكتب. قال انت مجند ولا متطوع؟ قلت له مجند. خدت بال حضرتك؟ لكن اسمحي لي وللامانه وللتاريخ، اول ما الرئيس السادات دخل علينا المشير احمد اسماعيل قال له محمد المصري يا فندم، راح فتح لي ايديه الاثنين وقال لي اهلا يا بطل. اهلا يا ابني، وخدني في حضنه. قلت يا الله، ده لا ايد ولا رجل، ده انا دخلت في حضنه. خدت بال حضرتك؟ حسيت بايه وقتها؟ انا حسيت وانا في حضن رئيس السادات ان ده حضن ابويا للامانه الشديده، لسبب انا ما عشتش طفولتي. ايوه، عشتها مع اولادي، ما اعرفش حضن الاب. ايوه، استشعرت حضن الاب وانا في حضن رئيس السادات، واتغديت معاه في البيت. ولكن في حاجه، اسمحي لي يعني للامانه وللتاريخ وبكررها تاني، الانسان عالي القدر عظيم الشان مش عارف يطلع بمحدثه البسيط اللي هو محمد المصري الى مستواه الادبي، لما ينزل لمستواي انا البسيط ده خلق رفيع، ده اللي لمسته في الرئيس السادات. لمسته اب. قال لك عايزك ليه؟ هو الرئيس السادات قال لي إذا ما كانتش الدولة كرمتك في مجلس الشعب، دين من المكرمين في مجلس الشعب في الجلسة التاريخية، أنا بكرمك في البيت وده بيتك وبيت كل المصريين، حتى أنكر نفسه كمان. ده بيتك وبيت كل المصريين، خدت بال حضرتك؟ فإذا ما كانش الدولة كرمتك في مجلس الشعب أنا بكرمك في بيتك وبيت كل المصريين. هل تم تكريمك قبل كده؟ نعم، تم تكريمك قبلها ولا تم تكريمك بعدها؟ لا ده في ساعتها. وحصلت على وسام نجم سيناء، ارفع الاوسام العسكريه اللي قلدوا لي المشير احمد اسماعيل علي في احتفال المظلات.